في زون ميكس مع ضيفنا اليوم اللاعب يوسف الفوزيع. يوسف قص عليك بذلك، سمحني في الملعب الجيبسي كمان احكي كاو كمان مع ملعب الجيبسي وقتها ما لقيتش حل معهم في الامور الماديه، قررت باش نخرج من ملعب الجيبسي. اتصل بيا سي محمد الكوكي، بالمناسبه نحب نشكره برشا برشا، مدرب كبير وقدير وقف معايا في كان شاد الملعب التونسي وقت. اكيد كان شاد الملعب التونسي وكان عمل فتره باهيه برشا مع الملعب التونسي، وتوا قاعد يقدم في 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 صوره ممتازه جدا للمدربين التوانسه في السعوديه. كان طلع مع نادي ضمك وتوا مع نادي الطائي، قاعد يقدم في 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 رغم الفريق كان يلعب على تفادي النزول، يلعب على تفادي النزول، عمل به يعني باركور ممتاز ممتاز جدا، وكان حتى اتصل بيا في الفترة الشتوية وسأل علي على ساقي يرحم والديه، وكان نصحني حتى في الـ في الـ في الأمور يعني تاع الإعداد. بالمناسبة نشكره برشا، إن شاء الله ربي يوفقه ونتمنى له يعني باش يصعد للممتاز. ما غير ما خممت مشيت صححت في الملعب التونسي يعني، وصححت عقد موسمين وعديت منهم عام بركة، ومن بعديك طلبت فسخ العقد متاعي وخرجت يعني. الحقيقة ما عديت عام، ومن بعد ما لقيت الجو بالقدا بالقدا غاديك قررت تاني باش نطلب فسخ العقد. يوسف الباركور نتاع الملعب التونسي ظهر لي، ما نجمش ما نسألكش على المقابلة الشهيرة ضد النادي الافريقي، ظهر لي عملت برشا برشا بوليميك. عملت برشا بوليميك وعملت لي انا برشا مشاكل وندمت على النهار اللي عمل. شو عملت لك؟ شنو والله راهو الاوبجيكتيف ما كانش بوز ولا بوليميك ولا الافريقي جمعيتي، وانا ابن النادي الافريقي وشرف لي كما قلت لك من بكري، وما كانش يعني الهدف اني باش نعمل البوز. جات بتبيعتها رابحين 2-1 في رادس، وقبلها بايامات نتفرج في ماتش نتاع ريال مدريد و ما نعرفش شكون بالضبط وقت عملها مارسيلو، يعني جات بتبيعتها في الماتش. و شو ظهر لك في راسك وقت؟ والله شو ظهر لي؟ جات بتبيعتها، ما نجمش نقول لك شو ظهر لي. مخممها من قبل انت؟ لا ولا لا لا جمله لا ولا لا. اخي انا كيفاش باش نخممها وانا نلعب ضد نادي افريقي في رادس وماتش واحد مركز على حبيك حاب تستفز شويه الملاعبيه الجمهور؟ لا لا ولا لا با دي تو، لا لا مستحيل مستحيل. بلاكش قالت لك نكته في باركورك مع الكلوب عرفش؟ والله شوف هو راهو جمعيته واحد جمعيه يحبها يتمنى انه يلعب فيها، راهو ما فماش واحد ما يحبش يتمنى في يلعب في الجمعيه اللي يحبها. ما عمري ما كانت عندي غايه كيما هكا، ولا عمري نهار خممت باش نعمل بوز مستحيل. جات بتبيعتها وقتها في وقتها وصارت وكهو. اما شنو هي شعورك تو مع الكلوب تو؟ مازلت كلوبيست؟ اكيد كلوبيست، نحب الكلوب. بلاكش حبيت ما حبيتش تستفز معناها وقتها حاجه؟ لا 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 اكيد الكلوبيست ونحب الكلوب. شنو نقعد نحب الكلوب وبيني وبين ربي يعني. في اللدخه الاولى والثانيه وهذيك حاجه يعني ساهمت كي يحب. اكيد ساهمت، واحد كي يحب مش باش يوري للفلان ولا فلتان، يحب ويفعل على خاطر جمعيته. كيف كانت ردة فعل الملاعبية وقتها في الماتش؟ فماش كون ملامك وقتها؟ والله غازي العايد يتشنج شوية و هو عنده حق مستفز اللقطة، وصل حتى سبني بوتيتر بوتيتر قدام جمهور الكلوب هذاك والبريسيون هذيك وخاسر 2-1 بتتر ينجم يعمل رياكسيوني. قلت لك عملها قبل لايف رمضان صبحي في دربي الزمالك، كيف كيف عملها لاعب فلسطيني بطولة فلسطين، صارت لحمت معناها بونيا ولات اللعب. صحيح يمكن يمكن انا راني مانيش هذيك غايتي، اما يمكن يمكن بون نعذر ونعذر حتى جمهور الكلوب ونعذر حتى جوار لي سور تيران، ماهيش هذيك الغايه راهو، ماهيش هذيك الغايه. غلطت ولا توا كي رجع بك الوقت تعاودها؟ لا ما نعاودهاش مستحيل، لا ما نعاودهاش، لا ما نعاودهاش مستحيل. وصلوك تهديدات؟ بو مش تهديدات، فماك نضربوك ونعرفوك وين تسكن وواحد اكيد في رغتي. قلت لك حتى اصحابي في الحومه تقلقوا مني انا يعني. اصحابي بابا يحب الكلوب ويحب النادي الافريقي، متغش عليا في الدار. اش قال لك؟ تغش ما يحكيش معايا، ما قال لي حتى شيء، ما جات يعني نهارين ولا ثلاثة ايام ما تغشش ما يحكيش معايا. اما مشيت على روحي يعني، قلت لك انا كان ترجع الحكايه راني ما نعاودهاش، فهمت؟ حتى سي محمد الكوكي عاتبني وقت حكي معايا، قال لي
يوسف سي با لاعب مزايد واعطيته الحق انا، قال لي خليك مركز في الكوره اما انا ما كانتش نيتي جمله، ما كنتش صغير باش تعمل البوليميك هذيك الكل، ما كنتش نيتي جمله لا لا حتى طرف. بي علاش ما طولتش مع استاد؟ طولتش مع استاد الحقيقه نتاع ربي، صار ظرف، صار مش ظرف، صارت مشكله بسيطه، ومن بعد ما تحلت المشكله حسيت روحي مانيش اليز جمله في استاد تونيزيان، وحسيت روحي ما عادش نجم نعطي لستاد تونيزيان، فهمت؟ خيرت اني باش نخرج. علاش؟ صارت مشكله نتاع فلوس، موضوع هذا مع رئيس النادي، صارت مشكله نتاع فلوس، جوارات مش خالصين، وانا جديد وقتها في الجروب، انا الحقيقه نتاع ربي صحح، خديت فلوسي دي تيل فاسون ما نجمش نكون انا عندي يد في المشاكل اللي صايره نتاع الفلوس، انا بحكم انا في جروب نتاع جوارات يلزمني نكون مع جوارات. صارت جريفات وانا يلزمني تو انا خالص من الاول كي صححت خالص، اما فما جوارات قديمه ماهيش خالصه. يعني كي باش يصير جريف الناس تكون مع بعض. اكزاكتومون. جرفت مع ملعبي. وقفت مع الملعب. لا مو كيفاش تقرب وانت خويا ياخذ فلوسك هكا. يعطيك الصح. تقريبا كي من هكا وال شنو اللي صار؟ صار بون هما فلوسهم قديمه راه. مش ماخذ فلوس واحد باش يكونوا متفاهمين. هما فلوسهم قديمه وانا جيت جديد. انت واخذ فلوسك بمسبق معناها. كي صححت مش فلوسي بمسبق، خديت البريم دو سيناتور نتاعي، فهمت؟ كنت مع جوارات هكا سي جلال بن عيسى خدا ديسيزيون باش يمسح السكينه في شكون مسحها فيه انا وسليم الجديد، بعدنا على الكونسي وهبطنا نسم في الامال وانا ما عملت حتى شيء. هنا توترت العلاقه شويه مع الاداره؟ بالنسبه لي انا ما نعملش، راني يعني جامي دلا فيه، لا نعمل مشاكل مع عباد لا نعمل مشاكل مع اداره ولا ندخل يعني تحت سقف نتاع المشاكل، فهمت؟ اما بحكم انا في جروب نمشي مع الجروب. فهمت؟ طلبت فسخ عقدك؟ اكيد، انا كنت حبيت نخرج في ديسمبر ديجا. حبيت نخرج في ديسمبر خاطر الملعب الجبسي عاودوا كلموني في ديسمبر قالوا لي ترجع معانا ونعطيوك فلوسك القديمه. سي جلال بن عيسى ما حبش في الفتره هذيك في ديسمبر. كملت العام طلبت منه فسخ العقد، خليت برشا فلوس بما قيمته 45 ألف دينار باش أحب استاد الملعب التونسي زاد يعرفوا اللي راو كان فما كلام تقال راو ماخذ فلوس ولا حاجة، راني خليت 45 مليون. علاه سمعت كلام تاع ياخذ فلوس وخالص؟ نسمع في كلام، سمعت اللي فما شكون من الإدارة قال كي خرج للسعودية نورمالمون يرجع لنا فلوسنا. نورمالمون يرجعنا فلوسنا، كيفاش انا فسخت عقدي نرجع لك فلوسك تاع شنو هي فلوس؟ طلبت فسخ عقدي، فسخت عقدي والحمد لله يا ربي، يعني كان اتصال مع، بالمناسبه نشكر وسيم التايب وكيل نتاعي اللي كان هو سبب باش خرجت للسعوديه هذه، بالمناسبه نحب نشكره خاطر مزيه اللي ما ننساهالوش، هو سي رضا الجدي اللي زاد قاعد يقدم في موسم ممتاز في السعودية، بالمناسبة نشكره خاطر وقت اللي الإدارة عرضت عليه اسمي من غير تردد قال لهم راهو يعاوننا برشا وفي أقرب وقت لازمكم تتعاقدوا معاه. هو يعني سي رضا الجدي ووسيم تايب كانوا سبب باش أنا يعني الكارير نتاعي تبدلت كومبليتمون كي مشيت للسعودية وليت طلعت نيفو اخر ولعبت في الدوري الممتاز السعودي واللي لقيت ظروف ممتازه جدا في السعوديه اللي تخليك تخمم كان في الكوره. يوسف كي مشيت طلعت من العداله علاش ما كملتش في العداله؟ نفس السبب اللي خلى البلبولي ما يكملش في العداله. المدرب. اكيد نصيف البيوي، سي نصيف البيوي جا صح في ال بون، انا طلعت مع العداله وكملت صحات ممتاز، يعني لعبت مع سي اسكندر، يعطيك الصحه، مع سي اسكندر القصري وعملنا مباريات ممتازه، لعبت 6 شهور ومن بعد كي تعاقد النادي مع سي نصيف البياوي من اللي في تونس قال لهم التوانسه ما حشيش بهم، يعني ايمن البلبول يوسف وزاري. علاش؟ اوكين ايدي. فما حاجه صايره قبل بيناتكم ولا؟ ما نعرفوش، عمري ما ريتو،
عمري ما ترنت عنده، عمره ما صار حاجة ما بيناتنا. من قبل ما يجي قال ما باش نبدل الأجانب، معناها باش نبدل الأجانب، قال لهم باش نبدل الأجانب، وهذاك اللي صار. لما ما ولد بلادك دز معاك نحاني كومبليتمون. أنا ليه أنا ما نستناش في حتى حد يعطيك حق باهي، ما نقولوش يدز معاك. أنا عندي قناعات، مدرب راهو يشوفك تربحه يلعبك من غير ما تخمم، ما تكسرش راسك. كان ما لعبكش راهو في قناعاته هو اللي انت ماكش باش تربحه، خاطر المدرب شنيا هو النتائج. هو كان ماشي بالتفكير هذا ولا اكيد هو في قناعاته اللي نحن ماناش باش نضيفوا له حتى شيء في نادي العداله. معناتها كولا شويه تكنيك، فماش مشكل ولا حاجه، فماش مشكله شويه تكنيك، اما الطريقه هي اللي ما كانتش. كيف كانت الطريقه؟ طريقه تجي تحكي معايا تقول لي شنو الاسباب، علاش، كيفاش، مش في وجهي حاجه وفي ظهري حاجه اخرى. نفس اللي صار معايا من البلبولي صار معايا. ما يحبش توانسه نقولوا، ما نحبش نقول، هذا كلام كبير، ما نحبش توانسه. كلام كبير برشا برشا، ربي يهديه هو، ربي معاه. يمكن صارت له حكايات اخرين قبل مع توانسه، كسوا في قطر ولا في البحرين ولا فما دي جوار توانسه صارت لهم نفس الكا مع هو بالذات. يمكن صدفة، يمكن ما هو صدفة. انا ديجا تو قاعد نقص على الفجيرة نشوف ايش باش يعمل مع فراس بالعربي بالضبط. انا سالته ذلك، انا معايا سالته العلاقة بين باهية بيناتهم ذلك. هكا وخاطر فراس بالعربي محبوب ومتألق وقاعد يسجل وما عندوش. اش عمل البلبول؟ قلت لي الطريقة نفس الطريقة عملها البلبول. والله يعني اخيب حتى منك انت زاد. والله صراحة كنت شاهد انت وقتها معاه. ما تحكيش فيه خير الموضوع، والله ما تحكيش فيه خير. طلعتوا ازيام جارديان بعد ما حطوا يعملوا يشوفوه. ما نحبش انا، راه احترام لايمن البلبولي خويا وصاحبي وعشيري وتاريخ في الكره التونسيه، وحتى حد ما ينجم نهار يشكك فيه في في في. اي اكيد باش نعرفوا الحقائق التاريخ معناها. ما نجمش نحكي في حاجه يمكن هو ما يحبنيش نحكي فيها ايمن ولا حاجه، اما طريقه تصغر الناس. تصغر الناس وتعملها في بلاد اجنبيه و مع حارس دولي نتاع منتخب، حارس دولي منتخب، والعباد يعني المسؤولين نتاع الفريق السعوديين يعني يشوفوا فيك اش عملت بالضبط. عارفينك اش عملت وفايقين بيك. اي هذا اللي صار، عمل لي شوفمون بعد طلعوا الجرادان وخلى توازيام جارديان هكا صار هكا صار. فيها تقزيم معناها كاين البلبول. شوف هو موش تقزيم، يمكن هو تفكيره باش يخلي ايمن البلبول ينسحب من الفريق وحده، فهمت؟ يحب دفعوا الانسحاب، يحب الديسيزيون ياخذها ايمن البلبولي، فهمت؟ بار كونتر ايمن يعني رزين ويعرف يخمم وكبير، ماهوش اللي باش يطيح في البياج نتاع بروفوكاسيون كيما هكا. صارت مشاكل بيناتكم في الفستير ولا حاجه؟ جامي دلا في، انا قلت لك انا ما حتى من بعد من الاستفزاز وحاجات كيما هكا. لا جامي جامي جامي، عمره ما فسختوا ومشيتوا على روحكم هكا. مشيت على روحي انا احتراما للاشخاص اللي عشت معاهم هذوكم في فريق عام ونص. واحتراما لبلادنا، واحتراما للاطارات الفنيه التوانسه اللي قاعده تعطي في برشا 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 لسمعة تونس والرياضة التونسية في السعودية. يوسف اسكندر القصري كيف عمل ديكلاراسيون وقتها قال البلبولي من الأسباب اللي ما خليتش ينجح في العدالة. لا مش يمكن ديكلاراسيون العباد فهمتها بالغلط. يمكن ديكلاراسيون أنت كنت موجود وقتها معاهم. كنت موجود الديكلاراسيون. أيمن بلبولي كان قائد فريق، كان قيمة ثابتة، كانت الناس الكل تحبه، الإداريين اللاعبين يحبوه برشا، سي اسكندر القصري يحبه بالكدا بالكدا. اللي صار وما فيها ما صار، الماتش الأخراني اللي قعدت فيه سي اسكندر اللي هو ماتش الحازم عملنا فيه 2-2 حتى ال 93 دقيقة 2-1 نحن رابحين. اوكي صارت غلطة صغيرة من أيمن تقبلنا به البونتو. صارت غلطة صغيرة تقبلنا به البونتو، التعادل هذاك خلت الإدارة توقيل سي اسكندر القصري. فهمت. يعني هو كي قال أيمن بلبولي سبب من خروجي، ما
مش ايمن بلبولي عمل له حاجه ولا صارت مشكله، جست الغلطه نتاع البونتو، يعني البونتو اللي غلط فيه قبله، البونتو هو اللي خلى الاداره بحكم تعادلنا النهار هذاك اللي خدت قرار بتغيير مدرب. دخلت يوسف بروفيلك فيسبوك، عمل دوره شويه، شدت انتباهي حاجه، هبطت تصويره، قلت صوره كتبت عليها صوره بألف معنى، بون في 2017 عندها برشا هي. الصوره هذه تعني الكاثيوس، عمرها 9 سنين، تعاودت برشا تقريبا في كل المقابلات، نسخن كل ماتش، نستنى باش ندخل وصحابك الكل يدخلوا تظلم الدنيا وانت تستنى، وبعد تروح الدرس يسالك بوك شو عملت ما تلقى ما تجاوب. الحمد لله على كل شيء. بون مازال طويله ستاتو، شكون قصدت بها؟ شو قصدت بها ستاتو هذيك؟ والله ما قصدت بها حتى حد. وين هي وقت البريود هذيك؟ في حمام لنف. في حمام لنف اللي نلعبوا ديما دي ماتش اميكو في بورسدريه، وانا طفل صغير نمشي ناخذ 30 سادس كار السفرة، بعد ساعات نص المخر نبدا نلبس صبات كرة في الكار. الحمد لله يا رب، يعني راني هبطتها ستاتيو، هبطتها فرحة، ما هبطتهاش وجيع، هبطتها فرحة خاطر وين كنت تجاوزتها المدة، صحيت وكي تسوفري وتتعب وتحب توصل لوبجيكتيف وتبدا عباد واقفه معاك، بالمناسبه الوالد نتاعي ربي يفضله لي اللي نتمنى يعني نفرحه في حياته الكل، اللي نتذكره قبل في الكلوب تبدا المطر تصب عليه في الشارع ويستنى فيه وقتاش نكمل انترينمون في حمام لنف كيف كيف، تعب معايا حاجه ما ننساهالوش حياتي كامله، وان شاء الله نعوض له حتى العشر من اللي عمله ان شاء الله. علاش تلعب ب 90 يوسف؟ لا ما نلعبش ب 90، لعبت ب 90 في العين بركه. اوكي، علاش وقتها ما لقيتش الديس؟ الديس هما عندهم قانون في السعوديه، النومرو نتاعك تقيدوا من ديبيت سيزون. فهمت. النظام حتى في النواب. كل شيء منظف. يعني يا ريت انت مثلا تصح كونتراتوك يعطيوك نومرو، النومرو ذاك السيزون كامله يقعد على ذمتك، يعني كي تخرج حتى في وسط العام ما نجم يلبسوا حد الا ما توفى السيزون، فهمت؟ انا وقتها مشيت بلاست جوار مروكي خرج في ديسمبر هو، وهو لابس نمرو 10، يعني خذاها من اول العام دي تيل فاسون ما نجم يلبسوا حتى حد السيزون هذيك الا ما توفى السيزون باش يعاود يلبس واحد جوار جديد. فهمت. دونك مشيت غاديك نلقى 3 ولا 4 نيميرو يعني ديسبونيبل، خديت 90 ما عنديش علاش. اش عمل فيك روجيه لومي؟ روجي لومير؟ لا ما عملش فيا روجي لومير، يمكن خرجت تسب فيه في الشارع تصيح وتعرف. لا مش سبان، بون يمكن واحد بالحسره حب هكا. جوست تحكي لي كيفاش خرجت تسب في الشارع وتصيح؟ ايه بحثيها هشام السيفي، خرجنا وقتها نقضيه وما نعرفش شنيا بالقاهره ابوا تستنى هو شنيا هو شنيا هو خرجت انا في الليست. اما في الليست داتونت انا وقتها وزيد دربالي هبطوا لك اسمك وقتها اكزاكتومون، يعني الليست اللي في كونفوكي في ستاج اي وحاطين 3 جوار ليست داتونت في الليست داتونت. تعديوا 3 ايام مشيت على روحها بردت الحكايه، ومن بعد نسمع جوار تضرب خرج من الجروب، جوار مرض خرج من الجروب، جوار توي عايتولي هم طلعوا من ليكيب اولمبيك وزادوا طلعوا من ليكيب اولمبيك وزادوا عاودوا طلعوا من ليكيب اولمبيك، واللي في الليستاتون ما عايتوا حد، واللي في الليستاتون ما عايتوا حد، يعني عاملينها تصوير الليستاتون. ايه كيف خرجت للشارع؟ عيت يا لومير يا لومير كملنا الباقي والقارب يعطيك الصحة يوسف. مجموعة من فقرات محضرينهم معاك، البداية مع لوكويز. لو ديفي. باهي، مجموعة من الأسئلة يوسف، جاوبني فيها ما غير برشا تخمام. شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب تونسي؟ برمضان تترجي. أحسن لاعب في تاريخ تونس؟ تاريخ تونس أنا شنرجع التاريخ تاعي. في الجينيراسيون بتاعي ولا الجينيراسيون بتاعي؟ لا اللي دخلت عليه نقول يوسف المساكني. باهي، لاعب من بطولة تونس تشوفه قادر ينجح في اوروبا توا؟ توا حتى برمضان لا اللي سميته مازال. اقرب لاعب ليك؟ برشا لاعبين، برشا اكثر واحد اللي تقابلوا ديما تخرج معاه عرفش؟ برشا هشام السيفي، هيثم الجويني، بلال بن ابراهيم، سليم المزليني، يعني برشا جوارات برشا. اقرب مدرب ليك؟
برشا مدربين بون مش صح نحكي انا وياهم نسال عليهم نسال عليه سي محمد الكوكي رضا الجدي حبيب رمضان واحد برك سميلي الدريدي افضل مدرب تونسي توا تعتبر ولا سعد الدريدي وماين الشعباني افضل مدرب في تاريخ تونس تيتر ويت فوزي البنزرتي يقعد اقوى جمهور نادي الافريقي هدف يبقى في بالك ما تنساش هدف العدالة ضد نجران وسيم نوار حارس اش عملت له اش قال لك وسيم بعد الماتش وسيم زفي اي وسيم صاحبي عادي يعرف البونت هذاك ينجم يكون يخليه ما كملش في سيريا لا 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 بالحق. لا ما عنده حتى دخل لا ما عنده حتى دخل قديش اكبر سالير خذيتها غادي ولا اختانا اللي اختاروا بالفلوس باهي فريق منين تلعب فيه نادي الافريقي ماتش ما تنساش مازيمبي في لوبومباتشي بونتو ما تنساش يقعد في بالك مهم بونتو مهم قاعد لك في بالك ملكيتو بونتو مهم قاعد لي في بالي بونتو مهم مع العين ضد الجبلين 93 دقيقة تاع سطلوع هذاك أحسن لاعب في العالم أحسن لاعب في العالم ميسي أحسن مدرب في العالم غوارديولا باهي كانت هذه لوكويز لوكويز الروبريك الثانية في الحصة تاعنا يوسف ليكيب تيب ليكيب تيب برشا ملاعبية يلعبوا في السعودية وانت من بينهم باش تعمل أحسن تشكيلة نتاع ملاعبية اللي يلعبوا غادي السعودية وانت معاه السعودية اوكي بيه تو بون فماش حارس تونسي يلعبوا توا اي توا اي توا توا يلعبوا فماش جارديان فما جارديان لا فما بليل السويسي الوحيد الوحيد بليل السويسي جول بيد السويسي جول ما فماش توينس ظهيرين من ظهيرين علي من بين نحطوا اكسيالات 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 توينس نحطوا اربع مدافعين نقولوا محوريه اربع مدافعين ولكن تحب تلعب بثلاثه ولكن تحب تلعب بثلاثه وتقوي في القدام محمود بن صالح اكسيالات شنو نسيتهم فماش اكسيليت برشا في تونس انا في مخي فهم. واحد مهدي رصايسي اهي و يا عاد شنو ما تو باش ننسيهم انا خويا حياتك الكل في السعوديه ثلاث سنين تو هاش مع عباس هاش مع عباس باهي خلاص هاش مع عباس يعطيك الصح كريم العواضي اهي ليلى محمد رسول الله سعد بقير العبد لله اي نعيم السليتي اي باهي مازالوا ثلاثة مازالوا ثلاثة مصعب ساسي اي الاسعد الجزيري مازال واحد بونتا شكون باش تحط بونتا شكون باش نحط بونتا ما انا حتى بونتا في تونس يلعب غادي فما حتى حد غادي اي شقيت ولا نقم ولا نحط الجزيري بونتا نشوف واحد على جناب نحط الجزيري نلعبوا الكونتر باش شكون على جناب نسيت في الوسط الساعة شكر رقيعي شكر كملت التشكيلة شكر رقيعي كملت التشكيلة نسيت تلعب انا على جناب كانت هذه ليكيب تيب ليكيب تيب المعلم تاع وسط التيران نسيتو شيك ايه كابيتانو باهي بالمناسبة سلموا عليه سلموا عليه اخر روبريكا في الحصة نتاعنا لو ديفي لو ديفي التحق بيا زميلي محمد السعيدي باش يقدم ريبريك لو ديفي قدمنا شنو هي ريبريك بالضبط محمد باهي لو ديفي فقره باش نحاولوا نتحدوا فيها الضيف نتاعنا اللي هو اليوم يوسف مرحبا بك يوسف في الثقافه الرياضيه في الثقافه الرياضيه طبعا التحدي موجود تبع ماتشات واخبار وكل شيء هاي تبع شوي دونك حتى انت معاها سلام باش تتحداو بعضكم الزوز شكون يجاوب الاول اللي جاوب قبل هو هو اللي ياخذ النقطه يقول لي سلام باش يربح لا والله لا سبع اسئله مولا اكثر من سته اسئله سته اسئله باهي خليني نسالك ساعه شنو هي احسن ايكيبا لعبت معاها في تونس معناها تعدت فتره باهيه معاها اللي كنت ملعب الجبسي ملعب الجيبسي به لكن انا كنت متوقع باش يقول الملعب التونسي لما حال هذاك علاش حطيت هذاك علاش حطيت سامحوني لا اله الا الله هذاك علاش حطيت ملعب التونسي دونك باش نسالكم على تاريخ تاسيس الملعب التونسي تاريخ تاسيس الملعب التونسي
28؟ لا بعد ولا أقل؟ بعد. يوسف ذول لي نعرفش بين هي وملعب الجيبزي واحدة منهم 44. به خليني أنا نجاوبكم، هو 48. 48 زوز غلطين. زوز غلطين. 0-0. قديش عدد ألقاب الملعب التونسي حسب رأيكم ترى؟ صعب سؤاليات هذو. أنا مش في بالي بديت بالسهلين. أنا نقول 8. قريب ما بين بطولة وكاس. ما تجاوبش عاد خليه يجاوب. 12. أقل. ليك زوز غالطين. عشرة ألقاب اللي هما 4 بطولات و5 كؤوس وكأس سوبر. سفر سفر. الفريق الوحيد اللي في تونس يعني ما قبلش دفاعه حتى هدف في الميدان متاعه في موسم واحد. كراجي. لا. جمعية لعبت فيها. أنا؟ إي. حمد لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا. النادي الإفريقي. النادي الإفريقي موسم 95-96. مازلنا سفر سفر، هو يمول نتاع برضه عارفين. اللاعب التونسي الوحيد عبر التاريخ اللي ماركا يعني لكل فرق في موسم واحد، سجل ضد الفرق اللي لعب ضدهم الكل. أنا الزيتوني؟ لا. تونسي هو؟ تونسي. قديم شوية هو لما حاله. جديدي. لا. اللاعب هو لاعب ترجي زبير بغنية موسم 74 75. لا يا راجل شو تطلع؟ لا عندك الحق. أربع أسئلة 0-0. هكا على الأقل تستفيد منهم هذوما حتى المستمعين يستفادوا منهم يعني معلومات. إي خويا ما أنا جاي سهل لنا شوية صعب برشا. واضح. باهي شكون اللاعب التونسي أكثر مشاركة في مع المنتخب التونسي؟ أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب بين عرفها مش غريب علي المعلومة. عطوكا. صحيح. مباراة مع المنتخب. انا طفل صغير. انت طفل صغير؟ انت اكبر مني في بالك. يا بيض. ما يسالش. باهي شكون الهداف التاريخي لدوري ابطال افريقيا؟ هذا سؤال باش نختموا به. ابو تريكا. كان ابو تريكا وما عادش. معناها جديد. هو مش جديد، اللاعب كبير شوي في العمر لكن مازال يلعب. هو تريزور مبوتو لاعب مازيمبي. ب 38 خويا ربحتك واحد بلاش. كانت هذه لو ديفي. لو ديفي. يعطيك الصحة محمد، شكرا لك يوسف، شرفتنا اليوم بحضورك معنا. عايش خويا يرحم والديك وشكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم ان شاء الله في مناسبة خير ان شاء الله. مرحبا وبالتوفيق ليك ان شاء الله في بقية مسيرتك. بعد شوية باش يكونوا ضيوفنا من فرع كرة الطائرة في الترجي بعد التتويج بالدوبلي للموسم